إيران بالتأكيد تحتاج إلى شخصية تتوافر فيها مؤهلات القيادة، القيادة على الصعيد العلاقات الخارجية أو في إيجاد حلول عملية للأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران. الفارق ما بين الجانبين، دائما الإصلاحيون يميلون إلى حل الأزمة الاقتصادية من خلال فك الحصار عنهم المفروض من قبل أمريكا والانفتاح على الدول الغربية. الأصوليون غالبا ما يذهبون باتجاه أن الحصار لوحده ليس هو السبب الرئيسي في إيجاد أزمة اقتصادية، لابد من إيجاد مخرجات ومعالجات داخلية للأزمة الاقتصادية. ولهذا واحدة من معالجات الأزمة الاقتصادية في نظر الأصوليين هو ضرورة الانفتاح على الدول الصديقة التي هي الأخرى لديها خصومات مع أمريكا والدول الغربية، روسيا، الصين، الهند، وهكذا باكستان، بقية الدول التي لديها علاقات بينية جيدة مع إيران، وبخاصة فيما يتعلق في قضية العملة والتبادل التجاري، وهكذا مثلا منظمة بريكس وشانغهاي يتعاملون بعملة بينية. الأصوليين يذهبون إلى إيجاد معالجات دون الحاجة إلى فك الاختناق أو إيجاد ثمة علاقات مع أمريكا. هذا ليس بالضرورة أنه الأصولي يريد أن يقطع علاقاته مع الدول الغربية، لكن عندما يمتلك القدرة والاستقلال الاقتصادي والاستقلال السياسي، عندما يتفاوض مع أمريكا ومع الدول الغربية يتفاوض من باب الاقتدار وليس من باب الخضوع للضغوطات الأمريكية وكذلك الغربية.